تم اليوم وبرفقة الأستاذ جميل عبد السباك النائب عن محافظة نينوى تحقيق جولة ميدانية في منطقة حي القاهرة لمناقشة ودراسة المشاكل والمعوقات داخل هذا الحي، كما تم زيارة أحد مشاريع المديرية التي نقوم بتنفيذها حاليا ضمن مشاريع الخطة المجمدة، وهو مشروع مد مجرى بطول أكثر من 1500 متر قرب جامع البريفكاني. هذا الموقع الذي نتواجد به الآن عانى لسنوات طويلة من تجمعات المياه وفيضاناته، كما هو واضح أمامكم تقوم المديرية حاليا بمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري، ومن ثم ستقوم مديرية بلدية الموصل بأعمال التبليط داخل هذا الحي لتكون الخدمة متكاملة لأهالي منطقة حي القاهرة. مديرية مجاري نينوى عملت بمختلف مناطق محافظة نينوى، واليوم نتواجد في هذا الحي الذي عانى لسنوات طويلة من سوء الخدمة وقلة أعمال المجاري. إن شاء الله بعد سابقا نفذنا مشروع في حي النهضة بالقرب من منطقة القاهرة، واليوم نعمل في منطقة جامع البريفكاني، وسنعمل قريبا إن شاء الله على معالجة المجرى المكشوف الوادي ما بين منطقة القاهرة وما بين منطقة حي الجامعة إن شاء الله مستقبلا حال توفر التخصيصات المالية. قمنا اليوم بجولة ميدانية برفقة أستاذ عماد مدير مجاري نينوى لاطلاع على سير الأعمال التي تقوم بها مديرية مجاري في حي القاهرة. اليوم تقدم بشكر إلى الأستاذ عماد والكادر المتقدم له على الأعمال التي يقومون بها. حقيقة هذا الحي من أحياء المهملة منذ سنوات طويلة، اليوم استطاعت مديرية مجاري نينوى الدخول إلى هذا الحي لمد مجاري وتحويل الكثير من الأفرع والمستنقعات الموجودة فيها. نشكر أستاذ عماد على الجهود المبذولة منهم، وإن شاء الله القادم أفضل لكل محافظة نينوى.